معانا الأستاذة أمينة. أيوة، السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله كل وبركاته. سنة وحضرتك طيب يا دكتور. وحضرتك طيبة وبصحة وبسلام. الله يخليك. دلوقتي أنا عندي 78 سنة. لسه صغيرة، لسه شابة. خالص. وجوزي عنده 83 سنة. وعندنا ابن وحيد وبنتين. طيب. ابني الوحيد ده من ساعة ما اتجوز وهو مش مظبوط معانا خالص. وكان عندنا بيت وكنت معاه في شقه لوحده، بس عمرها ما عملت لي حاجه ولا كده، فكانت معاملته وحشه معانا هو وهي. فبعنا البيت وكتبنا له الشقه تمليك بتاعته. طيب. واحنا عزلنا جنب بنت من البنات عشان تخدمني لان سني كبيره وعندي امراض كتير. طيب. فهو انا بقالي من سنه 15 يا دكتور لا دخلت شقته ولا مراته كلمتنا، حتى عمته جت اتوفت ما رضيتش تعزي ابوه بالتليفون بس. ابوه دخل المستشفى قاعد في العنايه المركزه شهرين ما سالتش علينا. لا، الف ولا سلام، جات الف له سلام ايه. على الحاج. خليني نعم. طب اكلمه، انت عايزاني اكلمه واوجه له كلام عشان يغير من سلوكه معاكي، صح كده؟ يا ريت يا دكتور. وبعدين لما بيجي عندي هنا اخته جنبي ما بيسالش، يقول لي حتى ازيها، طيب. ولا بيزور اخواته البنات. ده البنتين فيهم واحده جوزها متوفي وسايب لها اطفال، طيب ما بيقول لهم خليني حتى ازيكم ولا بيروح. خليني ولما باجي اكلمه ما باخدش حق ولا باطل، وكل كلامه كذب ويجيب من اليمين والشمال وكله ما اعرفش منه حاجه خالص. طيب حاجه امينه، خليني اكلمه بقى عشان بس نقول له كلمتين. نقول له انت عندك فرصه ان انت تريح قلبك وخاطرك يرتاح وينزل عليك رحمة ربنا وينزل عليه بركاته. الأم دي أعظم نعمة تدر البركات والفتح والتوفيق على العبد. هذه الأم هو اللي احنا بنرحم بيها. هذه الأم اللي ربنا جعلها في حياتنا نور وبركة وفتح وتوفيق وسداد. الأم دي الرحمة والخير والجمال. إزاي تقدر تسمع صوتها وهي حزينة كده او هي بتبكي كده؟ وانت اللي انت هتعمله ده مش هياخد منك لا من الوقت اكتر من ساعه في حياتك يمكن كل اسبوع، ولا حتى اكتر من ساعه كل يومين ثلاثه. بس وجعها ده لازم يبقى ليه معنى في قلبك. معنى في قلبك ان وجعها ده خاف من ربنا ينظر اليها وهي عندها الرحم اللي فيها اللي ربنا يرحم بها العباد. ألا يكفيك أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ دي أمك اللي أنت بترحم من أجلها، عايز تفك متاعبك، عايز تحل مشاكلك، عايز الكرب اللي عندك يتشال. روح لأمك بوس إيديها وخليك تحت رجليها. لو أنت عايز تسعد وتتهنى وترتاح، أبوك دوت اللي كان سبب من أسباب وجودك. فما ينفعش أبدا أن أنت تنسى وجوده، لأن وجوده ده هو الظهر بتاع وجودك، وعشان كده هو اسمه موجود في اسمك على طول. فعليك ان انت تتقي الله وتحسن اليهم، وما تفتكرش ان هم هياخدوا منك، لا ده هم هيدولك. وخلينا دايما الام افضل حاجه تعملها عشان ابنها يتغير، عندنا احنا كده حاجه مجربه، ان هي تفضل تدعي له في كل سجده من سجدات صلاه. احنا عندنا 17 ركعه، تدعي له في كل سجدتين في كل الركعات، تدعي له، تدعي لابنها. وده مجرب في تغيير احوال الاهل والاقارب وخاصه الابناء. فان شاء الله ربنا سبحانه وتعالى يبارك لك، وان شاء الله ادعي له، وان شاء الله ربنا ييسر ويفتح عليكم.